في حياة الأمم والشعوب رجال تختارهم الأقدار في وقت المحن وفي لحظات فارقة من عمر الزمن، ليحملوا على عاتقهم الأمانات الثقال والمسؤوليات الجسام. والمشير حسين طنطاوي رجل من هؤلاء الرجال. ولد المشير محمد حسين طنطاوي في 31 من أكتوبر عام 1935 بالقاهرة، ثم التحق بالكلية الحربية التي كانت تمثل حلماً يراود خياله منذ نعومة أظافره، وتخرج فيها في الأول من أبريل عام 1956 ليندرج في سلك الضباط بسلاح المشاة ويتدرج في مناصب القيادة على مدار ما يقرب من نصف قرن. والمتتبع لمسيرة المشير طنطاوي منذ نشأته واندماجه في الحياة العسكرية وتبوئه أرقى المناصب بها يلحظ فيه الكثير من نبل الصفات، فضلاً عن ثراء الشخصية في الأمور الإنسانية. وهو رجل عسكري محترف لا ينشغل إلا بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل في القوات المسلحة. خدوا بالكم على مصر، المراد هي مصر. وعندما هب الشعب في 25 من يناير 2011 وتفجر الغضب والعنف في ربوع الوطن، فتهاوى نظام الدولة وانهارت المؤسسات وعبثت خفافيش الظلام بأمنها وأمان شعبها. وفي هذه اللحظة شاءت الأقدار أن يتحمل المشير حسين طنطاوي أمانة المسؤولية الوطنية وأن يقود السفينة وسط الأنواء والعواصف العاتية، ولم يتردد لحظة واحدة في قبول التحدي. واستطاعت القوات المسلحة بقيادة المشير حسين طنطاوي في تنفيذ خارطة الطريق رغم المعوقات الكثيرة التي كانت تعترضها. وحينما أراد الله لمصر أن تعبر حاجز الخطر، حانت لحظة تسليم الأمانة وأعباء المسؤولية الوطنية لجيل جديد من القادة، لقلب مؤتمن. شعر أفراد القوات المسلحة بعظمة العطاء وقيمة البذل والتضحية من أجل مصر في شخص المشير حسين طنطاوي. وقد عبر الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في ذلك التوقيت، والذي خلف المشير طنطاوي في منصبه، عن مشاعر التقدير والامتنان المقرون بالاحترام والتوقير. الراجل الفاضل جدا، الراجل المحترم جدا، الراجل الوطني جدا. وبالمناسبة اللي أنا بقوله ده والله دي قناعة حقيقية مش مني أنا فقط، كل القادة اللي كانت قريبة من المشير حسين طنطاوي عندها هذا التقدير وهذا الإحساس. ربنا سبحانه وتعالى يجزيه عن خير الجزاء، يعني عن اللي عمله مع الجيش وعن اللي عمله مع مصر في السنة ونص اللي فاتوا دول. وأنا بقول لكم تحمل ما لا تتحمله الجبال. لو تسمحوا لنا أقول لكم إن إحنا اسمحوا لي إن إحنا نوجه له تحية ونسقف له وهو مش موجود معنا. وهو تعبير يعكس قيم الوفاء التي تتحلى بها القوات المسلحة إزاء من بذل وأعطى ومن تحمل وتصدى كي يحافظ على أمن مصر القومي ويصون وحدة الوطن أرضاً وشعباً. وكما تموت الأشجار واقفة وبعد مسيرة حافلة بالعطاء يرحل رمز التضحية والفداء فارس العسكرية المصرية. وتكريما وتخليدا لاسم المشير محمد حسين طنطاوي، اطلقنا اسم المشير حسين طنطاوي على قاعدة الهيكستيب العسكرية، يعني تقديرا واحتراما لدور هذا الرجل العظيم في تاريخ مصر. إن المشير حسين طنطاوي هو رجل من فرسان القدر، إنه بحق وصدق مسيرة عطاء زاخر في حب الوطن.